دلوقتي انا شفت احد من المشايخ على الفيسبوك يعني بيقول لك ان ما ينفعش لو انت قاعد ومعاك حبل او مثلا شعرك تقعد في حبل او كده عشان ده حرام ايه عفوا ايه عفوا ما سمعت ماذا تقول؟ شفت بعض الشيوخ يعني ايوه بيقول ان انت ما ينفعش لو انت قاعد مثلا ومعاك حبل في ايدك او اي حاجه تعبده عشان ده سحر، ان انت كده بتعمله سحر وحاجات زي كده. الكلام الفارغ ده كده. يعني الكلام ده مش صحيح. لا طبعا مش اي اصل، يعني انا جالس معاك وما اسيب حبل فيها او حبل بلفه على بعضه، ايه اللي دخله بالسحر؟ هو بيقول لك سحر والرسول قال ومش الرسول قال، ما لا 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 ما فيش حاجه كده. شكرا يا شيخ، الله يبارك فيك.